تبدأ أطوار الحكاية من هذه المرتفعات المطلة على عروس الوطن القبلي. أحجار طينية تعرف بالطفل سرعان ما تتحول إلى أداة طيعة في يد الخزاف يروضها بمهارة العارف بأدق التفاصيل ليخرج منها ألوانا من الأشكال والنماذج. صناعة الخزف اختصاص تنفرد به مدينة نابل التونسية والتي تعد بحق عاصمة لهذه الصناعة، لا تزال حتى اليوم محافظة على أصولها اليدوية على الرغم من دخول التكنولوجيات الحديثة على الخط. يمارسها الخزافون بروح الفنان ونفس العاشق، فترويض الخزف لا يتأتى إلا بكثير من الصبر والمران والدربة في أصول الصنعة ومراحلها. هذه بالنسبة للخدمة هذه صناعة تقليدية، تبدأ أول بداية بتاعها طفل ما تجي من نقلوها احنا من الطين، تجي من القاع، فما قاع بأرض طين نقلعوها نجيبوها لهنا للمعمل نفخوها، بعد ما نفخوها نوليو نستعملوها في كنا بكري بالساقين وباليدين، تطور شوية ولات بالمكاكن، نخدوها لون مرة وثاني مرة ثالث مرة نخليوها تخمر نهارين، حكاية ثلاثة كيلما نوع الخبز تخمر ميزماش تكون سخونة، وبعد ناخذوها نعطيوها للملاسة. الملاسة ذا صناعي يقولوا لي يخدم على المعول هنا يملسها، بعد تهبط تطلع شوية للسمش تشيح تدخل بعد المحل البيت تقعد حكاية 10 أيام، انت والقطعة حجم الكعبة كذول الكبيرة تقعد 10 أيام 15 يوم، ذول صغيرة حكاية 3-4 أيام، وبعد تمشي الفرن. كنا بالفرن العربي، شوف مازال شويه بالعربي وشويه ولا فخار معناتها المعمل الفرن بالغاز، نستعملوه بالغاز ولا تطيب بالغاز. هذه المهنه تعتبر ظاهره اجتماعيه تنفرد بها المدينه، فالخزف فن اسري تتوارثه العائلات الحرفيه، وطوال قرون حافظ الابناء على تراث الاباء وأضافوا إليه أفكاراً زادت من خصوصيته وتفرده. صناعة عندها طابع عائلي أبداً جداً، فهمت؟ واللي كل حد مهنته كما احنا توك بابا علم ود عمتي عنا أكبر منا، وبعد ود عمتي علمنا احنا، فهمت؟ عائلية هذه الخدمة هذه. احنا جيل الثالثة اللي جينا ثالثين طورناها ردينا في شباب محبس وردينا برشا انواع، عندنا الفازو كي طورناه، عندنا الطنجره كي زاده هذاك مش شرط طيبه كي نتاع ديكور يحطوه في الريستورانات وفي الواحد، فهمت؟ طورنا برشا، عندنا هذاك الشواكي زاده طورناه. المنتوجات الخزفية في نابل تعد ركنا اقتصاديا ثابتا في الحركة التجارية والسياحية، ما جعل القطاع من أبرز عوامل تنشيط السياحة ومؤشرا صادقا لمردوديتها. الركيزة الأساسية بالنسبة لنا احنا هي السياحة، راهو خاصة بالنسبة للفخار هذا الصناعة التقليدية نتاعنا، كان جاوا التوريست والسياح نبيعوا، ما جاوش ما نخدموش، فهمتني؟ ولا الأكثرية مربوطة بالسياحة نتاعنا، احنا ماشيين بالسياحة مربوطين بالسياحة، فما سواح يجيو ياخذوا يوصل ياخذ لك تاكسي كما نقولوا يصرف عليها مثلا ب 10 20000 باش يجينا حتى الورشه منه يتفرج ومنه يشري، وفما اللي ياخذ من وصل البلاد من التجار. ورغم المتغيرات الشامله التي شهدتها انماط الحياه الاقتصاديه والصناعيه، الا ان حرفه الخزف ظلت رمزا لهويه واصاله وعنوانا يختصر تقاليدا يسعى القائمون عليها لحمايتها من الاندثار. صناعه الفخار في نابل ليست مجرد حرفة فحسب، بل تمثل أحد ركائز الدورة الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب كونها قصة عشق بلا حدود لفنون الخلق والإبداع وميثاقا أسريا تتوارثه الأجيال كابرا بعد كابر. وجدي بن مسعود لبرنامج صباح جديد، العالم، تونس.